يبقى في تغطيه اكبر وعايز متابعه اسرع من كده بكتير. شاهين الشباب بتوعك شويه، خلاص فاضل يومين على الحكم. شغالين والله العظيم يا ريس، وكل ساعه بينزل تحديث. عايز توقعات بالحكم من اكبر عدد من المحاميين. بس ده مش يبقى تاثير على احكام القضاء يا ريس؟ لما حد يعترض يا حبيبي هنبقى نشيل الفيديو. مرهان عايزك تعملي لي فيديوهات مع كل الستات اللي قدموا معتونه. تمام. على فكره خبر تسليم تمثال الاثار ده كان حلو يا شريف. شكرا يا ريس. كمل فيه. عايزك تجيب لي صوره للمكان اللي لقوا فيه التمثال وصوره للتمثال نفسه، تروح لاستاذ من اساتذه الاثار يقول لك اذا كان ليه قيمه تاريخيه ولا بلح. ويا سلام بقى كده لو كلمتين من دكتور زاهي حواس. اشتغل يا حبيبي. شغال على ده يا ريس، ما تقلقش، والموضوع هيبقى عندك النهارده بالكتير. برافو يا شريف. والله يا انسه رندا، مساله يعني اللي انتم معجبين بيا كمحامي ابتدت توضح وضوح الشمس. كفايه بقى كفايه. لا والله اصل هبتدي اتغر يعني كمان، وبعدين خدودي احمرت خجلا. احنا معانا استاذ شكيب جهباز من جهابزه القانون. كفايه يا انسه رندا، انا ممكن اتغر. اه والله. لا والله. اهلا اهلا استاذ حبيب، ترابيزتك ومطرحك اتفضل. ان جبت الحق يا شكيب، المشهد بتاع المحكمه هزني خالص يا جماعه. يا جماعه الحلاوه دي، محاميين مع الموكلات بتوعهم وجايين يرفعوا مذكره طعن في القانون، مشهد مهيب. اتفرج عليه اتهز، لكن احكم بيه ما كانش ينعاز. حلوه وعلى الوزن والقافيه. يحضرني قصه قصيره. لا عبايه بلا قصه بلا بتاع. انا مش عايز اتكلم وفتى. انا مش عايزينك تتكلم استاذ رندا. انا واثق ان المشهد ده كان من اخراجك انت، لكن التاليف بقى كان مين؟ والنبي يا شيخ بذمتك المذكره دي انت اللي كاتبها؟ اه مش يلا بينا نلحق عقيقه ابن وائل العوني؟ ده زميل محترم ولازم نروح له. يلا، خصوصا ان هو جايب كباب. يلا يلا. حاول تنقط. بذمتك انت اللي كاتب المذكره برضو؟ والله يا ميسون انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بلاكي بمشاكل ليل نهار وانت مشكلتك اكبر من مشكلتي بكتير. مفيش يا تونة مشكلة بجد ومشكلة مش بجد، في مشكلة ليها حل وفي مشكلة ملهاش حل. أنا عاملة زي بيتك كده، لا هو مبني ولا هو مهدود. بقولك إيه، بلاش تقليب المواجع وخلينا نغير الموضوع. الجو النهاردة حلو وهو مشرق وجميل، كل الناس في المنتجعات السياحية وحضرتك جايباني في خرابة. كنت عايزة أقولك بقى بالنسبة للخرابة اللي احنا فيها مالها؟ أخيراً هتتهد وهتتبني من أول وجديد. أيوة حلو، أدي أدي أخبار إيجابية. أيوة اديني أخبار إيجابية كده. بس الكلام ده هيحصل في خلال العشر سنين لحد ما كل القضايا تخلص. طب كنت قطمتي وما كان كملتي، يعني كان خليه إيجابي، بوظتيها. أنا لسه برضو ما كملتكيش. بس المسؤولين عرفوا بظروف الناس اللي فيها وقالوا هيخلصوها في خلال سنة. طب حلو، ألف مبروك. أيوة كده طاقة إيجابية، مبروك. أنت كل مرة بتقطعيني يا ميسون، سيبيني أكمل الجملة. البيت اللي احنا فيه ده هيبقى 4 أدوار، تمام؟ أنا بقى في الخامس، يعني الدور المخالف. يعني ماليش شقة. افرحي بقى قولي. لا أنا عايزة أقطعك. لا خلاص أنا تعبت يا ماما، أنا مش مستحق، أنا مش لا يا رب. ليه يا رب؟ ليه بلتني؟ ليه بلتني يا رب بمجموعة كؤبة أخبارهم كئيبة كلها؟ لا أنا مش أنا حقيقي مش مستحملة، أنا تعبت بجد. وأنا كمان تعبت بجد يا رب.